روان بن حسين خلال إبداعها يوم بدأت تدش في عالم الموسيقى الجميل الرائع. واليوم إحنا معنا بنغم الصباح. Good morning روان، تسمعيننا؟ Good morning. أنت أهم شيء. أنا نص نايمة. لا بعد ما تشوف دامي عندنا الصبح يا روان، راح تشوفين الحياة وايد أروع. الله يعطيك العافية روان. احنا سعداء بوجودك معنا اليوم، ومع انك انت امس كان عندك تصوير وتعبانة كنا من التصوير. شنو قاعد تصورون؟ والله عندي كامبين مع كان تصوير وايد حلو فانكي، فكانت ويت ان اوريكم قاعد اشتغل عليه. احنا وايد متشوقين، لكن الحين موضوعنا اللي ودنا نتكلم عنه، اول شيء ودنا نبارك لك في صدور سينجل الجديد مالك اديوس، وعلى الاصداء اللي حققها مكسر الدنيا ما شاء الله. ثانك يو سو ماتش. شكرا روان. يعني ما شاء الله خلال تقريبا اقل من اسبوع 1.5 مليون. الحين اللي الحمد لله لاحظنا روان انت بديتي بالمصري باللون المصري، تالي باللون الخليجي، ومع اديوس كان باللون المغربي. ليش اخترتي اللون المغربي بالذات؟ شوف، لان انا عندي جمهور كبير بالمغرب، عندي صديقات من المغرب واحب الثقافه المغربيه، فحبيت في كل عمل اقدمه يكون مغربي ثاني، بيكون لذائقه مختلفه. جميل جميل جميل، وايد جميل. يمكن قبل فترة كان العجيب الرائع دافي معنا بالاستديو، وكان قاعد يسولف ويانا. روان، أنا أدري إن دافي إنسان جدا 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 عجيب، شلون كان تعاملك معه؟ والله كان تعاون مجنون ورائع. ما أعرف إذا قال لكم شلون جتنا الفكرة. تكفين قولي لنا. الفكرة الأساسية إنه يطلع معي كموديل. أوكي. احمد عبد الواحد قال لنا صديقه، هو قال ما في عندنا اسمه وشكله حلو ينفع نلعب كاركتر الباد بوي. قلت له اوكي عجيب، ماشيين بالخط انه احنا راح نطلع معنا دافي كموديل. حلو. فانا قاعده بالاستوديو قاعده من الاغنيه، حسيت انه الاغنيه ناقصه شيء، فيها يعني سبايس ناقص. فدقيت على دافي قلت له تعال ليش ما تغني معاي راب بالأغنية؟ قال راب يعني شنو مغربي؟ قلت له لا كويتي. كان يقول روان أغنية مغربية، أغني على الأقل راب إنجليزي أو فرنسي. قلت له لا 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 لا، أبي راب كويتي. قال مجنونة. فسوالي two different versions، واحدة إنجليزي بالمغربي وواحدة كويتي. أنا وأحمد اتفقنا كويتي عطت الأغنية تاتش مينون وتويست وايد حلو، وطلع معانا أديوس. أتفق وياك أتفق وياك، يمكن أنتوا اثنيناتكم بدعتوا بهالأغنية هذه. روان، للأمانة والمصداقية، يعني الواحد يحس بصعوبة دائما إذا بيغني بألوان متعددة، وإحنا قلنا ما شاء الله أنت غنيتي بأكثر من لون، وكل أغنية غنيتيها يعني مو عطيتيها حقها إلا وصلت للقلب. اليوم أبي أسأل، بحكم ما شاء الله عندك أنت الأوبشنز وقاعد تغنين أكثر من لون، شنو اللهجة اللي ممكن تغنينها تالي نكست وتكون صدمة بالنسبة لنا؟ تسمعين روان؟ روان؟ عطتنا اديوس اتوقع كذا ولا مو اديوس. هلو. اي ويا احنا وياك. اي نسمعك. اوف قطع كنا. الاغنيه اللي جايه ما راح تكون صدمه، لان راح تكون باللهجه الكويتيه. الكويتي. اي خلاص صار وقت الكويت، صار وقت يعني ديرتي واهلي ولجتي. صح. وبخصوص انت الكليبات اللي قاعد تنزلينها، يعني الحين هذا كل اغنيه لها جو، وتوت جبتي طاري المبدع المخرج احمد عبد الواحد، هل راح يكون التعاون هم مع احمد عبد الواحد، وشون راح يكون الستايل؟ شلون كانت تجربتك معه بهالكليب؟ شوف انا اكيد يعني اتشرف انه انا اتعاون مع احمد مره ثانيه، بس احمد مو فاضي. كلمت أنا هالأسبوع قاعد مشغول شهر 2 بهلا فبراير وبالأعياد. صحيح. بس إن شاء الله ليش لا. زين روان، إحنا طمعانين وايد، قاعد تنزلين أغنية أغنية أغنية، متى راح نشوف ألبوم روان بن حسين؟
منو صار ينزل ألبوم الحين؟ ترى أنا أحس الألبوم يعني it's very commercial، يعني أحس الفنان لما يكون كبير ومطرب ويعني يعني أوريدي واصل مراحل أوكي ينزل ألبوم. الحين أنا كبداية مشواري إنه ليش؟ حبيتي هذا موضوع الأغنية أغنية وتشوفين الفيدباك وتشوفين ردة فعل الناس؟ روان عموما احنا وايد استانسنا بوجودك معنا ومشكورة على تلبية الدعوة، واكيد اكيد اكيد الاغنية اللي مكسرة الدنيا حاليا اللي احنا قاعد نتكلم عنها اغنية اديوس، عقب ما سمعنا من روان بن حسين وهي شلون تجربتها كانت في هذه الاغنية، نختم حلقتنا اليوم في هذه الاغنية اكيد.